والله صدقيني انا اتفاجئت زي زيك يعني بعد لما ابتدينا نخش في التصوير دمهم خفيف جدا، بعتبر مفاجأة يعني هم وباسم سمرة جوه الفيلم. يعني انا صدقيني انا بالنسبه لي انا ما شفتش المسرحيه دي، انا سمعت زي الناس ومش يعني فاهم، مش عارف اتكلم على الموضوع، مش هاخد اسم مسرحيه زمان فاخد اكتر، لا انا كان بالنسبه لي اسم خطر بدور عليه. هو الفيلم اصلا في الاول كان اسمه ليله استقاله مجرم اصلا، بس هو الشخصيه جوه اسمها سلطان البعبع، فقلنا طب ما يبقى اسمه البعبع وفي اطفال وبتاع. بس لا بصي انا يعني مع احترامي لفكره لا هو جروب المومنز اصلا يعني مش فكرتي، مش قصتي اصلا يعني، ده بس الموضوع. فحد يعني قال انا بكتب عن جروب المومنز، عارفه زي انت تقولي انا بكتب عن القاصرات، فانت ما تكتبي عن القاصرات وانا اكتب عن القاصرات، انا هناقشها ازاي وانت هتناقشيها ازاي. فالموضوع خلص في يومين كده وخلاص. لا اتضايق من ايه؟ لا احبط من ايه؟ حد يقول لي انت واخد من مسرحيه؟ يعني انا قعدت ادور جوه المسرحيه وقلت البعبع ده، طب انا فيلم كان اسمه ليله استقاله مجرم، هل ده اسم حد كان واخده؟ لا، بس لقينا ان هو بدل الشخص اسمه سلطان البعبع، زي سلطان يعني مثلا لو حد اسمه الفيلم سلطان مثلا، ما يعني يعني هو في فيلم هنيدي نازل ان شاء الله مع سعيد حامد وغادة عادل، ده كوميدي بس سسبنس كوميدي، وفي بقى ان شاء الله حاجه سسبنس 10 حلقات يعني. انا بشوف ان القضايا مش معنى الضحك ان هو مفيش قضايا، يعني انا عملت مكتوب عليا قضيته اللي مكتوب على البني ادم، وان هو يرضى بالقدر، وان لو انا عرفت قدري فدي قضيه، بس هي عشان بتضحك الناس بتاخدها شويه ان هو ايه تمام. عملت حامل اللقب بيتكلم عن لو الراجل حمل فبيحس الست بمشاكلها، فده بيبان. بس هو أنا عندنا مشكله هنا في مصر ان اللي بيكتب كوميدي او العمل الكوميدي بيتاخد باستخفاف شويه. لو نجحت في ده بالراحه من غير بالمعلقه زي ما بيقولوا ابقى انا شاطر طبعا، لان في افلام مؤثره يعني او في اعمال. لا يعني انا لسه شايف اللي هو تحت الوصايه بتاع منى زكي، انا ما كنتش عارف الموضوع، عرفته فتاثرت فاتخنقت، لا فده طبعا شطاره طبعا. بس بص انا بالنسبه لي تجربه جديده، انا بالنسبه لي اي تجربه هي تجربه، حته النجاح او لا، بس المهم ان انا اجتهدت فيها، انا بشوفها نجحت. بس فكره ان هي نزلت على واتش على منصه فما اتشافتش قوي، و يعني كان خلاص بقى دخلنا بالظبط. ف هيعجبكم يعني صدقيني لو شفتوه كده كله على بعضه هيعجبكم يعني. نورتنا، ربنا يخليكم، متشكر ليكي.